عودة مرة تانية وفقرتنا التانية لسه معاكم مستمرة، وفقرة اقتصاد مصر زي ما احنا متعودين دايما بنتكلم في كل ما يخص الاقتصاد. الحقيقة النهاردة هنتكلم في مواضيع كتير قوي مهمة، وهنتكلم عن الشمول المالي، وهنتكلم عن حاجات كتير، لكن كمان حابين ان احنا نتكلم عن مصر. مصر اقتصاديا دايما ناس كتير قوي بتسأل احنا رايحين على فين، خصوصا ان الفترة دي يمكن فترة حساسة شوية، ساعات قليلة قوي وهتبتدي الانتخابات الرئاسية داخل مصر. هنتكلم اكتر عن الاقتصاد وهنحاول نفهم كده كنا ايه ووصلنا لايه، وان شاء الله السنوات المقبله هتكون ايه. اسمحوا لي ارحب طبعا بضيفتي اللي منوراني في الاستوديو، الاستاذه نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال المصرف المتحد. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورانا. وطبعا زميلي محمد اللي دايما معاه الاخبار الحصريه. اهلا بيكي واهلا بالساده المشاهدين، وطبعا اهلا بضيفتنا وهي قياده مصرفيه من الطراز الرفيع. يعني اسمح لي المشاهد ان انا اقول ده، وشهادتي مش هتكون مجروحه، لانه فعلا الاستاذه نيفين من القيادات اللي اثبتت كفاءه خلال الفتره اللي فاتت، وده هيتكلم عن نفسه خلال الحوار باذن الله. معانا اخبار سريعه زي ما عودنا الساده المشاهدين. عندنا الخبر الاول بيتكلم عن ال 33 الف شهاده اطلقها او باعها البنك الاهلي من شهادات امان. شهادات امان زي ما الناس كلها عارفه هي الشهادات اللي تم طرحها لمواجهة متغيرات السوق وإيجاد غطاء تأميني للعمالة المؤقتة أو العمالة غير المنتظمة. 33 ألف شهادة دي اللي تم بيعهم من خلال البنك الأهلي، وده أحدث رقم أعلن عنه الأستاذ يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك، اللي قال كمان أنه حجم المبيعات وصل ل 35 مليون جنيه، ده في البنك الأهلي فقط. أيضا عندنا اجتماعات بتجري في وزارة المالية، مع اجتماعات تحضيرية مع بنوك الاستثمار الأربعة أو ممثلي بنوك الاستثمار الأربعة المفوضين بالطرح بمليار ونص سندات باليورو مقاومة باليورو. الاجتماعات دي هدفها أنه الترويج للسندات دي، والمفروض أنه عملية الترويج دي ليها وقت زمني محدد، والمفروض أنه البنوك الاستثمار دي تكون قدرت توجد مناخ يعني ملائم ومشجع لبيع السندات. التالت خبر عندنا النهاردة أنه 22 مليار جنيه خلال 3 شهور البنك المركزي ينجح في امتصاصهم من المعروض النقدي. وعشان نعرف أهمية الرقم ده، هذا الرقم يؤثر يعني إيجابا في السيطرة على معدلات التضخم. كلما زادت النقود في السوق كلما ارتفع معدل التضخم، وبالتالي كلما تراجع حجم النقود المتداولة كمعروض نقدي، كلما أمكن للبنك السيطرة على معدلات البنك المركزي بالطبع السيطرة على معدلات التضخم. احنا ماشيين بشكل إيجابي يدعو إلى التفاؤل. تمام. يعني يمكن أنا قلت في المقدمة أن طبعا ساعات قليلة وهتبتدي الانتخابات، ودايما بنقول ان في علاقه وثيقه ما بين الاقتصاد وما بين الوضع السياسي للبلد، الحاله السياسيه. لما بتكون الحاله السياسيه مستقره ويبقى في امان، اكيد ده بيعود على الاقتصاد. حابه حضرتك كده تقولي لي الى اي مدى ممكن الانتخابات ونزول الناس والمشاركه ياثر على الاقتصاد بشكل ايجابي قدام طبعا المستثمرين العرب والاجانب. اولا انا برحب بيكم انا كمان، وبقول لكم شكرا على استضافتي وفرصه نبتدي واحنا داخلين على الانتخابات، اني اقول لكل مواطن مصري من باب الوطنيه، من باب الواجب القومي، انه ما فيش واحد مصري ما ينزلش الانتخابات. كل الناس لازم تكون مشاركه في الانتخابات، لان دي بتحقق الديمقراطيه امام العالم كله، امام مصر. و اصلا المصريين في الخارج سبقونا وادوا اداء مشرف جدا. صحيح. فهو دورنا احنا كمان ان احنا نجد الوقت ونعرف كويس قوي دورنا وننزل ندلي باصواتنا كلنا، لان دي خطوه في منتهى الاهميه للمرحله القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يمكن السؤال كان لحضرتك كمان الاهميه، يعني لما الناس تنزل هل ده هيبين للعالم ان احنا الحاله السياسيه لما تكون يعني
جيدة وإن في حراك ديمقراطي زي ما بيقولوا كده، هل ده هيشجع الناس فعلا المستثمرين أكتر الاستثمار داخل مصر؟ يعني العلاقة ما بين الانتخابات والاقتصاد يعني. العلاقة قوية جدا، لأن الاقتصاد بيخدم السياسة والسياسة بتخدم بالزبط. الاقتصاد، والحماية والأمان هي العنصر الأساسي لرأس المال. أي مستثمر سواء كان مصري أو سواء كان عربي أو أجنبي بيبقى حريص جدا إن هو كل استثمار هيضخه في هذا البلد او في هذا المشروع ان هو يضمن ان هو يرجع له ويبقى مزيد من الارباح اللي هو عامل حسابه عليها. فالامان بتاع البلد هو سياسيا ان احنا نكون دوله ديمقراطيه وعندنا انتخابات وعندنا مشاركه حقيقيه ونسبه كبيره جدا. كل ما عليت النسبه معناها ان الناس متعلمه، ان الناس عندها وعي، ان الناس متشاركه ومشاركه في الانتخابات السياسيه. أستاذة نيفين، يعني المشاركة السياسية أمر مهم وإحنا عرفنا من حضرتك دوت، طب المشاركة المصرفية كيف تبني مستقبل مصر في المرحلة 18-22؟ مقدمين على مرحلة فاصلة ومهمة جدا للاقتصاد الوطني، الجهاز المصرفي والبنوك يقدروا يعملوا إيه؟ والله الفترة اللي جاية فيها تحديات ضخمة جدا، وهي مبنية كلها متسلسلة مع الفترة أو المرحلة السابقة اللي كان فيها تحرير سعر الصرف. دي كانت خطوة من أهم الخطوات اللي تمت السنة اللي فاتت، لأن نتائجها على المرحلة اللي جاية واضحة، أنه أصبح في وفر في الدولار دلوقتي، كل العمليات الاستيرادية مفيش أي مواني مثلا فيها المراكب واقفة أو ما فيش حد واقف مستني دوره علشان يقدر إن هو يستورد المواد الخام اللازمة للتصنيع أو أي حاجة زي كده. أي حد سواء كان مواطن مسافر لعلاج أو تعليم أو أي غرض آخر، كل المصانع بمواد الخام اللازمة بتتوفر لديها، بيقدروا يفتحوا الاعتمادات، بيقدروا يحصلوا على مستندات التحصيل، بيقدروا يخلصوا ويفرجوا في الجمارك. دي في حد ذاتها هي حراك للصناعة اللي هي عصب الاقتصاد في مصر من طبعا. ناحية من ناحية تانية طبعا في التحديات بتاعة البنية الأساسية برضو، دي بتحتاج ان البنوك بتخش بالقروض المشتركة اللي هي بتبقى ضخمة جدا ما يقدرش عليها بنك واحد، فبيشتركوا كلهم للتمويلات الضخمة لانها بتبقى على فترات طويلة، بتستغرق مثلا 10 سنوات او 15 سنة، بتبقى بمليارات وبتبقى ممكن لها مخاطر، يحب البنوك ان هي تشترك فيها وتقسم المخاطر دي. الميزة في المشروعات الضخمة وفي التمويلات الضخمة ان هي دي بتخدم المشروعات اللي البلد كلها مهتمة بيها، اللي هي مشروعات المتوسطة والصغيرة، لانه المستثمر الصغير ما بيقدرش ان هو يقوم بمثلا انشاء محطة كهرباء او مولدات او طرق او كباري، انما هو بيقدر يشتغل في المشروع بتاعه الصغير، فهي كلها مكملة بعض. الفترة اللي جاية طبعا فترة بناء المحور بتاع قناة السويس، ده طبعا بيفتح مجالات خدمية، مجالات صناعية، اللوجيستكس، النقل، الفري زونز اللي موجودة. يعني احنا عشمانين طبعا ان شايفين حتى الخطة اللي موضوعة ان احنا نبقى شبه الدول المتقدمة، حتى الدول العربية يعني نبقى قريبين منها. تمام. طب كنت عايزه اسال حضرتك، يعني يمكن حضرتك اتكلمتي عن مشاريع كبيره والمشاريع يمكن المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، في كمان جانب كان مهتم بيه قوي البنك المركزي او حتى المصرفي، انه الشمول المالي. دايما نسمع كلمه الشمول المالي، لكن بالرغم من كده وبرغم من اهتمام الدوله كمان بالشمول المالي، لكن بنحس انه دايما في عرقله شويه او مش بيحقق النجاح اللي كنا متوقعينه. فحضرتك شايفه من وجهه نظرك اقتصاديا ايه اللي بيعرقل الشمول المالي؟ خلينا اللي بينقص مصر خلينا الاول نعرف ايه هو الشمول المالي، لان في ناس عماله تسمع الشمول المالي برضه لغايه دلوقتي مش عارفة مقصود منه إيه. الشمول المالي مقصود إنه كل مواطن يكون له حساب في البنك. لما يكون المواطن له حساب في البنك، الفرد أو الشركة، إيه المزايا بتاعتها؟
اولا الفرد ان هو يبقى له وعي ان هو يتعلم منذ الصغر على ادوات الادخار، على ادوات التمويل، ان هو ما يبقاش رايح عايز يبقى موظف، لا ممكن يبقى من رواد الاعمال حتى لو مستثمر صغير، هو مجموعه من مثلا اصدقائه، مجموعه من زملائه او الاسره او مجموعه من الاسر. فالمواطن لما يفتح حساب بيبقى حاسس ان هو دلوقتي جوه المنظومه البنكيه او الماليه السليمه، بيقدر يستفيد بمميزات بقى، هيستفيد بكل المزايا كمواطن طبعا، في بقى قروض شخصيه، في قروض سيارات، في مبادره البنك المركزي للتمويل العقاري اللي هو يقدر يخاطب الشباب ويخاطب كل الصغيرين اللي عايزين يبتدوا كرواد اعمال. من ناحيه الشركات برضو الشمول المالي مهم جدا، لانه الشركه عشان تخش ويبقى ليها حساب في البنك لازم يبقى عندها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه. الضريبه مهمه، يعني بنخرج بقى من التهرب الضريبي. في نفس الوقت البنك علشان يمول المشروع الصغير ما هو لازم هيعمل عليه رقابه، هيخليه يروح لمحاسب كويس، هيخليه يراقب على المنتج بتاعه، المنظومه كلها تبقى كنترولد وتبقى مراقبه. فبالتالي البنك بيفيد الشركه الصغيره وبيستفيد. في نفس الوقت الشمول المالي ده مهم جدا ان هو بيقضي على الفساد، لانه الفساد بيبقى شغال بالكاش، لانه ده يدي ده وده يدي ده ومحدش شايفه. انما عشان نعمل تريسنج، التريسنج بيبقى ازاي؟ بالتحويلات. بدل ما ده يدي ده كاش ومحدش شايفه، لا، لما يعمل له تحويل كل الدنيا متراقبه وشايفاه، فبيقضي على الفساد، بيقضي على الارهاب، بيقضي على حاجات كتيره قوي احنا عايزين نحققها علشان الامن بيجي من القضاء على الفساد. واخده بالك؟ لما الناس دي كلها بتشتغل انت بتوفري فرص عمل. هو مفيد جدا للمواطن بهذا الشكل، يعني ليه مش قادرين ننشره بالشكل اللي المفروض؟ يعني بنشوف اعلانات عنه، بنحاول نعمل توعيه، الحقيقه بنشوف كتير قوي توعيه من خلال البرامج ومن خلال حتى الحملات الاعلانيه، ولكن أيوة. برغم من كده لسه شويه الناس خايفه تاخد الريسك. لا، انا اقول لحضرتك، هي انا متفائله جدا لسبب، لانه دايما بدايه كل شيء خطوه. فلما حملات التوعيه بتبتدي، وبعدين ده بيقول لده وده بيوصل لده، البنوك النهارده بتوصل للقرى والنجوع وكل المناطق دي علشان تفتح حسابات سواء للمواطن او للشركات الصغيره. نفس الحكايه لازم نبتدي في التعليم، بمعنى انه التلميذ في المدرسه والطالب في الجامعه لازم يبقى عنده وعي يعني ايه حساب بنكي، يعني ايه شمول مالي. في نفس الوقت عندك مراكز الشباب، الاف الاف من مراكز الشباب، وزاره الشباب لها دور ايضا في توعيه الشباب طبعا. وفي نفس الوقت المجلس القومي للنساء او للمراه بيوعي برضو السيدات اللي في القرى وفي الارياف. دلوقتي بقى في شركات او التمويل المتناهي الصغر ده للمراه المعيله أو البسيطة، اللي هي بتبقى مجموعة من الفلاحات مثلا عاملين مشروع مثلا خبز أو مشروع بقرة أو ألبان أو كذا أو كذا. دول لما بيتكاتفوا مع بعض بيعملوا لهم نوع من أنواع التوعية، بيفتحوا حسابات، بياخدوا تمويلات بسيطة، وفي نفس الوقت بتنتشر. فهي بداية كل شيء خطوة، لا إحنا على الطريق طبعا. يعني الحمد لله. لو بنتكلم على الشمول المالي، هناك رديف للشمول المالي وهو المشاركة اللي ممكن تكون في المناطق الأكثر احتياجا لدور البنوك في التنمية. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم في أكثر من مناسبة، وتحديدا خاص محافظة سيناء العزيزة طبعا، بالرغبة من المستثمرين والجهات والمؤسسات المالية أنها تكون أكثر مساهمة في عملية التنمية الشاملة والمستدامة على أرض سيناء. كيف يستطيع الجهاز المصرفي أن يقوم بدور فعال في هذا المجال؟ الجهاز المصرفي عليه دور في منتهى الأهمية والخطورة في الوصول إلى كل هذه المناطق، لأن كل بنك من البنوك بيبقى عنده مجموعة من الفروع اللي بتوصل لكل المناطق دي. فطبعا المطلوب وفقا لتوجيهات سيادة الرئيس أنه البنوك تبتدي برضو تفتح فروع في المناطق دي. وزي ما قلنا في الأول خالص أن الأمان هو مربط الفرس، بمعنى أن كل ما كانت المناطق دي أكثر أمنا، وطبعا
الجيش عامل شغل ممتاز في هذه المناطق، كل ما قدرت البنوك ان هي تروح، وكل ما قدر المستثمر حتى اللي مش موجود في المنطقه يبتدي يباشر اعماله في المنطقه دي. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى الاي بانكينج او المدفوعات الالكترونيه هتخلي ان المستقبل بعد كده حتى الفروع دي يمكن دورها يبقى ضئيل، لانه النهارده كل واحد بنك النهارده بيشتغل على انه يعمل المدفوعات الكترونيا، فالناس تقدر ان هي تسدد الضرائب، تسدد الجمارك، تسدد حتى وصولات الميه والكهرباء والنور. كل واحد دلوقتي هيبقى عنده، طبعا الشعب صحيح. كله عنده موبايلز. هي المدفوعات الالكترونيه دي على فكره نقطه مهمه جدا، ان احنا كنا حاسين احنا بعيد عنها شويه، فحابة ان احنا شويه نتكلم عنها برضو بتفاصيل، لكن احنا هنتوقف مع فاصل. استاذن حضرتك فاصل ونرجع نكمل حوار. عودة مرة أخرى، ويمكن حقيقة قبل ما نشوف الفاصل الإعلاني كنت بتتكلمي عن المدفوعات الإلكترونية. يعني الدولة برضو يمكن، وطبعا الرئيس السيسي كان بيشجع بشكل كبير قوي أن الدولة تتحول أكتر للمدفوعات الإلكترونية. والمدفوعات الإلكترونية يمكن شبه شوية اللي كنت بتتكلمي عليه لما كنا بنتكلم على الشمول المالي، أنها بتعمل حالة من السيطرة والرقابة أكتر على الفلوس الداخلة والخارجة زي ما بيقولوا. لكن إحنا شايفين برضو أن الخطوة دي، أو دايما شايفينها خطوة شوية محتاجة مور تكنولوجي، احنا كدولة لسه ما كناش داخلين فيها بشكل كبير. فعايز اعرف هل الجهاز المصرفي مستعد حاليا ان هو فعلا يتم التعامل بالمدفوعات الالكترونية ولا لسه شوية؟ لا، الجهاز المصرفي مستعد تماما، مش بس للمدفوعات الالكترونية ولكن للإي بانك بصفة شاملة. بمعنى المدفوعات اللي هي انه الشركة تقدر تدفع الجمارك والضرائب بتاعتها عن طريق الالكترونيات. في نفس الوقت المواطن حتى الفرد العادي بيبقى عنده الاي والت. الاي والت دي ان هو بيغذي فيها حساباته، وبعد كده بيقدر عن طريق المحفظه النقديه الالكترونيه ان هو بيقدر ان هو يدفع اشتراكات النوادي، اشتراكات المدارس، الكهرباء، النور، كل اللي هو عايزه. ومش بس كده، ده الشركات كمان الكبرى بيبقى عندها كل يوم طبعا عدد هائل من المعاملات المصرفيه، بيبقوا عايزين يفتحوا اعتمادات، يطلعوا يصدروا اختبار ضمان، يخلصوا على بضاعة في الجمارك بالمستندات. كل دي هو بيبقى قاعد في الشركة بيبص على أرصدته، بيدي التعليمات بتاعته، بيفتح الاعتماد، بيتفتح أونلاين، بيتم تدبير العملة المطلوبة علشان يفتح الاعتماد ده، المورد بره بيستقبلها وهكذا، وبيتقفل الترانزاكشن on the spot. أي واحد يقدر إن هو يعرف أرصدته إيه، يقدر يطلع طلباته البنكية والمصرفية، وبتخلص في التو استقبال وإرسال في نفس الوقت. وليها حماية طبعا. لها حماية ولها سيستم البنوك اوريدي دخلته. والشركات بالعكس، ده دلوقتي في شركات تيجي للبنك تقول له أول حاجة أنت عندك الخدمة الإلكترونية، لو ما عندوش خلاص، لأن البنوك التانية سبقت. فطبعا العالم كله رايح على الإي بانكينج، ودي هتخلي زي ما قلنا أن فيها كنترول، وممكن جدا ان يعني جسمانيا مش لازم الواحد يخش يروح الفرع علشان يعمل معاملات. وانا قاعده في شركتي، انا قاعده في بيتي، انا قاعده في مكتبي، كل الناس بسهوله، والاتصال دائم والطلبات منفذه. والكاش بقى ده له مشاكل كبيره قوي احنا عايزين نقضي عليها، واحنا في سبيلنا باذن الله. استاذه نيفين، اتكلمتي على ائتمان الشركات والمساهمه اللي ممكن يقوم بيها الجهاز المصرفي من خلال تضافر جهود عدد من البنوك في تقديم القروض الكبيره الى المشروعات الكبيره كثيفه راس المال. لو حبينا نتكلم على الخفض سعر الفايده، وهو اجراء مهم اقدم البنك المركزي في اطار حزمه من الاجراءات الايجابيه تتوالى اجراء بعد اخر على خفض سعر الفايده. ناس كتيرة كانت متكلمة لأنه سعر الفايدة طارد بالشكل المرتفع اللي كان عليه للاستثمارات وللنشاط الاقتصادي. هل أصبحنا في وضع جاذب للاستثمارات وجاذب للنشاط الاقتصادي ومشجع؟ وهل نتوقع انخفاض أكبر
في أسعار الفايدة؟ البنك المركزي هنا بيقوم بدور محوري بالنسبة لاقتصاد البلد وبالنسبة للجهاز المصرفي. هم عندهم لجنة، اللجنة دي بتبقى متخصصة طبعا من أعلى مستويات الخبرة في الاقتصاد. اللجنة دي بتوازن ما بين التضخم وما بين سعر الإقراض والخصم في البنك المركزي. الموازنة دي طبعا بتبقى بتخدم سياسة البلد، بتخدم المواطن، وبتخدم الشركات وبتخدم الاقتصاد. فالسنة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت لما سعر الفايدة كان بيعلى كذا نقطة يعني زيادة مطاردة ورا بعض، دي كانت لأسباب طبعا عدم الدولارة، وكانت بتحاول إن هي تحكم الدولار علشان تحرير سعر الصرف، وكانت الحقيقة خطوات في منتهى النجاح اللي أدت بها النهاردة للوفر في الدولار وال قدرة على التصنيع والاستيراد والكلام ده كله. في نفس الوقت لما حققنا الكلام ده لقينا اوتوماتيك انه البنك المركزي باللجنة المتخصصة بتاعته انه هو ابتدى ينزل في السعر الكوريدور اللي هو الخصم والإقراض، نزل ب1%. والتوقعات طبعا انا مش من حقي اقول التوقعات، انما انا حتى كمواطن يعني التوقعات طبعا ان كل ما زاد الانتاج، كل ما زاد التصدير، كل ما قل الاستيراد، كل ما ده ادى الى انه هيبقى في وفر في العملة، وبالتالي المفروض ان سعر العملة ينزل، هيبقى الوفر ده بيؤدي زيادة الانتاج نفسها بتؤدي الى ايه؟ انه السعر بينزل والتضخم بيقل. فحتى الاسر اللي هي حاطة المدخرات بتاعتها، في اسر قايمة يعني على انها حاطة مدخرات وعايشة تاخد الفايدة وعايشة عليها. فالاسر دي لما هتلاقي انه التضخم بيقل، مش هتلاقي ان الفلوس اللي معاها بتقل، بالعكس هتلاقيها بتزيد، لان زيادة الانتاج وزيادة التصدير ده كمان من الحاجات اللي في منتهى الأهمية اللي الدولة مهتمة بيه جدا، لدرجة ان حتى في هيئة لتنمية الصادرات، حتى مصرف المتحد مشترك معاهم بفرع في هذه الهيئة دي، بتعمل عمليات توعية لصغار المصدرين، لان المصدر الكبير عارف سكته، عارف طريقه، عارف مش محتاج مساعده. مين اللي محتاج؟ الهيئه دي بتساعد الراجل اللي هو صدر مره ومش عارف يصدر الثانيه، عنده منتج ومش عارف يوديه فين. صح. عنده المنتج وعارف يوديه فين بس مش عارف يوديه ازاي. فاحنا حتى اشتركنا كمصرف المتحد في عمليات التوعيه لصغار المصدرين. المصدرين دول اللي هم محتاجين الايد المساعده اللي الجهاز المصرفي معاهم برضو، بيوريهم ازاي ان هم يبقوا بانكبل وازاي يصدروا، وعلشان العمله الصعبه تجيلنا، علشان اي منتج من المنتجات دي هتعود بالنفع علينا. نفس الحكايه بالعكس، اللي هو المشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي فيها السلع المكمله، بدل ما نستورد كل السلع المصانع المكمله، لا احنا المستثمر الصغير او المنتج الصغير يقعد ينتج دي ودي 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 اللي المصنع الكبير محتاجها. توجهها أستاذة نفيس حسب احتياجات بقى السوق طبعاً. احتياجات السوق لإيه؟ لمزيد من الإنتاج ومزيد من التصدير. بالزبط. عشان كل المنظومة تشتغل، البطالة تقل، الإنتاج يزيد، الناتج القومي المحلي، العملة الصعبة تيجي، الدولار ينزل، التضخم يقل، المواطن يلاقي حياة كريمة، هي كلها مكملة بعض. صحيح. طب يعني يمكن محمد قال في الأخبار الأولى يعني، ومن الحاجات اللي كنت حابة جدا أنا أسأل حضرتك عليها، كان بيتكلم عن شهادات الأمان اللي يمكن ناس كتير قوي سمعت عنها الفترة اللي فاتت، هي 33 ألف شهادة اللي يمكن البنك الأهلي طرحهم عشان خاطر اللي هي التأمين على الحياة يمكن لبعض الناس اللي بتكون حقيقة مش موظفين، يعني يمكن ليهم مهن بسيطة. حضرتك شايفة أنه نوع من أنواع الشهادات دي أو ممكن تكون عبء على الدولة، ولا هي فعلا أمان للمواطن وهتعود بفائدة بعد كده على الجهاز المصرفي وعلى الدولة؟ على فكرة في حاجات كتيرة جدا الجهاز المصرفي بيشيل عبئها علشان خاطر الأمان وعشان خاطر المواطن المصري. يعني مش بس على فكرة الشهادة دي، الشهادة بتاعت بنك مصر والبنك الأهلي اللي استمرت سنوات ب 20%. أنا طبعا مش من حقي أن أنا أتكلم على ماليات البنك الأهلي وبنك مصر، إنما
البنوك دي طبعا دي 50% من بنوك مصر ومن اقوى جهازين في الاقتصاد المصري او في الجهاز المصرفي. بالظبط، ناس كتير قالت ان ده عبء على ده عبء كبير جدا يعني هم اصحاب الشان يقولوا لك الارقام اللي تكبدوها، لكن كل ده علشان المواطن كان يلاقي ال 20% ويقدر. نفس الحكايه بالنسبه للشهادات دي، نفس الحكايه بالنسبه لحاجات كتير. عندك مبادره البنك المركزي للمشروعات الصغيره والمتوسطه دي ب 5% للمشروعات الصغيره، ب 7% للمشروعات المتوسطه لخطوط الانتاج او للاستثمار، و 12% للوركينج كابيتال. بينما الكوريدور ده 18.75 زائد الهامش. فحياتك متخيل قد ايه البنك المركزي والدوله شايله عبء المستثمر الصغير ان هي بتقدم له التمويل ب 5% لو قارناه بالتاني، فعلشان يقدر يقوم، علشان حتى المشروعات اللي هي الستارت اب بروجكتس لما تلاقي 5% وهو معاه استثمار بسيط يقدر ان هو ياخد من البنك ويقدر ان هو يجيب مكنه واثنين وثلاثه ويبتدي يكبر ويبتدي ينتج. فالحقيقه اللي الناس مش عارفاه يعني ان البنوك بتكسب وكل حاجه، بس قايمه بدور وطني. ده دور وطني، ده دور علينا احنا كمصرفيين وعلينا احنا كمصريين ان احنا كلنا نحط ايدنا في ايد بعض. يعني قبل ما ينفد وقت برنامجنا، عايز اسال سؤال في نفس الكلام اللي حضرتك قلتيه، في نفس الموضوع اللي حضرتك بتتكلمي فيه على اصحاب المشروعات الصغيره والمتوسطه وكمان المتناهيه الصغر. ايوه، لان المتناهيه الصغر يعانون من ارتفاع اسعار الفايده وبعضهم لا يستطيع الوصول حتى لمصادر التمويل المصرفي. انتم محضرين للناس دي؟ الناس دي منتظره منكم كتير، ومنهم اللي بيعتب عليكم كمان. احنا تحت امر اللي بيعتب علينا، بس هي المبادره واضحه وصريحه، هي ب 5% المشروعات الصغيره اللي هي لا تزيد مبيعاتها عن 50 مليون، والمتوسطه لا تزيد مبيعاتها من 50 ل 200 مليون، المتناهيه الصغر اللي هي اقل من 10 مليون دي الصغيره جدا، وفي المتناهيه الصغر اللي هي اقل من مليون. عشان اقول لحضرتك قد ايه الجهاز المصرفي متعاون وقد ايه البنك المركزي، هو فرض على البنوك ان هي كل بنك ياخد او يدي تمويلات للمشروعات متناهيه الصغر والمتوسطه والصغيره ان هي تمثل 20% من المحفظة. المحفظة دي البنوك بتبقى حتى نفسها تارجت ان هي تزيد كل سنة ب 20% ب 25. البنك المركزي ما قالش المشروعات دي تعمل رقم، قال لك 20%. فطول ما البنك بيجري هو مضطر يدي اكتر عشان يوصل بال 20%. وفي رقابة شديدة من البنك المركزي على البنوك ان هي تصل الى ال 20% المفروض على نهاية 2019. ففي اهتمام كبير جدا، وحتى دخلت التمويلات متناهية الصغر جوه ال 20% دي. والبنوك كمان بتمول الشركات اللي بتمول المتناهي الصغر. في دلوقتي شركات، عشان البنك ما بيقدرش يبقى له مثلا 500 فرع، انما الشركات اللي بتمول المتناهي الصغر دي بيبقى عندها منافذ بال 500 وبال 600 فرع. فالبنوك بتمول الشركات دي، فهي كلها حلقه في صالح المستثمر الصغير باذن الله. يعني احنا طمنا شويه، يعني طمنا شويه. انا حاسس ان الامور مبشره. يعني حضرتك طمنتينا، وان شاء الله يكون احنا فعلا يعني ماشيين على الخطوات الصحيحه، وان شاء الله الاربع سنين القادمين يعني يكونوا كلهم اصلاح اقتصادي اكبر بكتير، ونقدر فعلا الناس تحس اكتر باللي تم في الاربع سنين. حتى السابقة. خارجيا التصنيف الائتماني لمصر النهارده بيتحسن. صحيح. وفي مستثمرين بيجوا كميات كبيرة، ويعني كل حاجة احنا بتتعمل داخليا هي مسمعة خارجيا. بس طبعا هي في الخطة الاربع سنوات ان شاء الله اللي جاية هتبصي تلاقي كل سنة طول ما المشاريع شغالة وطول ما في حراك في الاقتصاد طبعا الدنيا هتبقى للأحسن لصالح المواطن. يا رب ان شاء الله. بشكرك يا محمد جدا. وانا بشكرك، بس قبل ما نخرج ونخلص البرنامج انزل وشارك عزيزي المشاهد وكل مواطن مصري، لان دي مسؤوليه، ومسؤوليه وطنيه على كل واحد فينا. ده اللي احنا بدانا بيه الحلقه. ما نفرطش في حقنا. بشكرك جدا، كانت منورانا طبعا الاستاذه نيفين كشميري نائب العضو المنتدب في المصرف المتحد، نورتينا. وزي ما محمد قال كده ان شاء الله كلنا هننزل ونشارك ان شاء الله في الانتخابات. بشكركم جدا، خلصت حلقتنا النهارده، وان شاء الله بكره معاد يتجدد ومباشر من مصر. مع السلامه.